الحادي عشر من شهر ماي 1925 وفي مدينة سوسة العتيقة وقرب مقام سيدي بوراوي وبناج العروس زروق، تم تكوين لجنة غايتها بعث جمعية النجم على أيدي ثلة من شباب مدينة حضرموت جوهرة الساحل وضواحيها. بين الاخرين اني تفعين اني غرام بالروح والتمني داري حافل صنع ورجال اما كتب وقلمني شرفت بلادي وهديت لها العلم اني واحد من الفيراج من بوفي شال الجم الوقت خلاني تفكر حكاية ما تتنسى خلاني زاد نعيش نشوف عمرك 90 سنة خلاني في 93 نخاف من تزيام ديفزيون خلاني 2007 نشوفك رفع راسي في الجابون اني اقوى ديبلاسمون ومعك في كل مدينة اني كولور روجي بلون والعالم اللي حكي علينا اني حكاية طويلة انا موغ بلو فوخ اني 90 اني جوسكا لاموغ اجمال لين وصلت اني ملعبي اللي بقيت عام الجمعية اللي تحلت مش خسارة وقت عديت جامي كان بخل تاني للمريول بلي سوى ربحت ولا خسرت كي نلبس مريولك نرتاح ونكون مطمئن اني اللي تحملت في كل استاد نسمع سبان اني كي خرجت رفعت لك راسك في كل مكان اني اول عربي في بوندس ليغا كابيتان اني حاضر وباصي وناس اجرت ولقات اني لسولي عندي دوبلي من غير خسارات اني نفرح وقت الفرحة وقت الشدة نخاف اني سوبر كوب اني شامبيونز ليغو كاف كل حال اني 90 ونحب لي طوالني هوند وفوت وصل كاتريام مونديال في العالم الثاني اللي عندي شامبيونز ليغ في 4 سيكسيون اني 90 اني نبغيها طول طون محلى محلاه